ونشد معانا كده عشان نشوف شكله ايه. نجيب الشغل من تحت لفوق، احنا لسه فوق اهو، احنا فوق اهو. هنا هنحط كام خرزة؟ 1 2 3 3 4. احنا هنمشي كده متعودين كده، هنمشي كده نحوده كده، نعمل بالقلم يعني نحط 1 2 3 4 5 6. احنا هنا اهو، فهنحط 1 2 3 4 5 6، نحط 6 خرزات ابيض. حطينا 6 خرزات في الإبرة، هنقوم داخلين فين بقى؟ احنا عندنا هنا اهو 5 خرزات، هنفوت 2 ونخش في التالتة اللي هي في النص بقى، الخرزة دي فوقها 2 وتحتها 2، هنخش في اللي في النص دي كده. اهي كده اهو، ونشد. احنا حطينا هنا 6، وحطينا خرزة في النص بين الاتنين دي والاتنين دي، هنحط ايه كده، نمشي كده برضو. احنا ماشيين لحد هنا، وهنمشي كده كده، فهنحط 1 بيضة و 1 2 3 4 و4 موف غامق. اهو 1 بيضة و4 موف غامق، هنحطها بقى فين؟ هنحطها في اول واحدة موف غامق من اللي احنا كنا حاطينها في الدور التاني. احنا كده نازل كده، نازل طالع نازل، يبقى احنا هنحطها في اول واحدة اللي هو كان ايه طالع. فين اول واحدة؟ اهي، ادي اول واحدة اهي، تعتبر اللي هي الخرزة اللي في النص، عشان يبقى في 2 فوق و2 تحت، هي موقعها في الخرزة اللي في النص. احنا نازلين، احنا جايين من فوق لتحت، هنحطها نازلة من فوق لتحت. تملي تعرفي تبصي في البطرون وتعرفي انت طالعه ولا نازله. يلا احنا كده نازلين اهو، فحطينا 1 بيضة 3 موف غامق، حطينا في الموف الغامق. يبقى الدور الجاي ايه؟ اهو كده شين كده اهو، الدور الجاي هيبقى 4 موف فاتح وواحده اخضر، او اللي هي عندي انا الابيض، واحده نمشيها ان هي ايه اخضر. يبقى هنحط بس ايه 4 موف غامق 4 موف فاتح وواحده اخضر. بس الاول نشد الاول اللي احنا حطيناها عشان نبص للسطر بتاعنا ماشي ازاي اهو، وهنمشي كده اهو. دلوقتي هنحط ايه 4 موف فاتح وواحده خضراء. عندنا في الصوره هنا بالمحطوطه في اخر واحده لبقى خضراء، اللي هي برضو 2 فوق و2 تحت، هي اللي في النص. اه احنا حاطين اهو في الابره، بقى نحطها فين؟ اخر واحده لبني من المجموعه دي. احنا جايين من فوق لتحت، بيبقى ايه الابره نازله معانا من فوق لتحت. ده كده التالت سطر معانا اهو، نازل نازل طالع نازل. في تكمله بقى دي، هنحط كام؟ 3 خرزات اخضر والخرزه الكبيره بتاعتنا، وتلاتة كمان هنحط 3 خرزات اخضر وخرزه كبيره او كريستاله
وثلاثة تانيين، بس الثلاثة التانيين دول مش اللي هما ثلاثة دول، لا دي عشان نحبس بيها الخرزة الكبيرة. ممكن تحطي بدل ثلاثة تحطي واحدة، بس ثلاثة بيديها شكل. فاحنا هنفوت الثلاثة الأخرانيين دول، نفوتهم ونطلع بالكريستال على طول. نبدأ بقى ايه بقية السطر معانا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، بس عندنا خمسة اخضر وواحدة موف. ده احنا في الطالع اهو، حطينا كده اهو كريستالة، حبسناها بالتلاتة اللي تحت دولت. ممكن تحبسيها بواحدة بس زي ما انت عايز. طلعنا اهو من الخرزة الكبيرة، ادي الخرزة الكبيرة اهي، فهنطلع كده. تملي بالقلم برضو ترسيني انت وصلت لحد فين. احنا ماشيين كده، حطينا الخرزة الكبيرة وهنطلع كده. فهنحط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمسة اخضر واحدة موف فتح. نعملهم نحطهم في الابرة ونرجع لكم.